لسه عندنا أخبار وعندنا تحليلات وعندنا قراءة طبعا في الأحداث الرياضية والكروية داخل وخارج مصر، واللي هنتعرف عليها دلوقتي من الناقد الرياضي محمد مهدي اللي موجود معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا محمد، أهلا بيك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل المشاهدين الكرام. صباح الخير. في البداية خلينا نقف عند مباراة المنتخب المصري للشباب مع نيجيريا. ازاي شفت المباراة وايه الاخطاء والثغرات اللي موجودة في صفوف منتخبنا؟ بص، يعني هو المستوى طبعا حزين بشكل عام، انه يعني ماتشين لمنتخب مصر في بطولة امم افريقيا للشباب، بنتعادل اول مباراة في المباراة الافتتاحية مع موزمبيق ونخسر المباراة الثانية امام نيجيريا، فبالتالي بيصعب مهمة منتخب مصر في الوصول للدور التالي وبالتالي التأهل إلى نهائيات كأس العالم. عندنا ماتش يوم السبت مهم جدا مع السنغال، لا بديل عن الفوز لحجز أحد المقاعد، يعني لأنه البطولة 12 منتخب في خلاص الأول والثاني من ثلاث مجموعات، الأول والثاني من كل مجموعة هيصعدوا للدور الثالث وهياخدوا أحسن ثواني أحسن ثوالث من الثلاث مجموعات، فبالتالي إنك ما قدمكيش فرصة غير إنك تكسب السنغال يوم السبت، يبقى عندك فرصة، عندك أربع نقاط تتأهلي بيهم إلى الدور الثالث. أي نتيجة مع السنغال غير المكسب هيصعب مهمة منتخب مصر في الوصول إلى الدور التالي، فبالتالي إنه خلاص هو يعني في انتقادات كثيرة جدا لمنتخب مصر من امبارح للاعيبة وللجهاز الفني ولاتحاد الكورة، ولكن هي كرة القدم كده، يعني باقي لك فرصة فلازم نهدى شوية لحد ماتش يوم السبت، وبعد يوم السبت إن شاء الله لو ربنا كرم وصعدنا إلى الدور الثالث هيبقى عندنا فرصة كبيرة جدا إن احنا نوصل لنهاية كأس العالم. لا لا قدر الله حصل أي نتيجة عكسية، فبالتالي نرجع نستعيد تاني حساباتنا ونفكر من اول وجديد. دي القصه بتاعت منتخب الشباب، العناصر كويسه جدا، بيلعبوا في اهلي وزمالك وانبي وطلائع الجيش، فبالتالي انه لا عناصر مميزه بشكل كبير. عندنا طبعا فقدنا صلاح باشا مهاجم محترف في ايطاليا اصابه قبل البطوله، العناصر حتى الموجوده في المنتخب كعناصر فرديه لا مميزه جدا، واحنا شفنا حتى الانتقالات اللي فاتت شفنا صراع بين الاهلي والزمالك على ضم لعيبه منتخب الشباب، يوسف حسن انضم للزمالك وشفنا رشدان والدبيس انضموا للنادي الاهلي، عمر فايد المدافع في صراع مع النادي الاهلي يضمه من المقاولين العرب، فبالتالي عندنا عناصر مميزه جدا من لعيبه الشباب، ولكن عندنا ازمه فنيه في اداره اللعيبه داخل الملعب، اللعب الجماعي اكثر، بنضيع فرص كثيره جدا، قد يكون ده سببه انه كابتن محمود جابر ليه فتره كبيره جدا المدير الفني مع المنتخب، بيتكلم في سنتين او سنتين ونص على راس القياده الفنيه للمنتخب، ولكن الفتره السنيه بتاعت الشباب دول الاقل من 20 سنه كابتن محمود جابر مدرب كويس كل حاجه، ولكن يعني بتتكلمي في 62 سنه، فبالتالي انه حتى في فرق كبير جدا بينه وبين اللعيبه اللي بيدربها، ممكن يكون انه الفكر مش واصل للشباب بشكل كبير جدا، ولكن انه فنيا المنتخب كاداء فردي ممتاز جدا، ولكن على المستوى الجماعي ما شفناش اي جمل تكتيكيه. طيب ما شفناش يعني خطفية. اسمح لي استاذ محمد، على كلام المدرب، هل المنتخب المصري للشباب كان فعلا عنده فرص حقيقيه في المباراه وانه اهدرها، وايه الحلول اللي يعني اللي ممكن يمتلكها المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب عشان يضمن التأهل في الوقت الحالي، بما ان احنا بنتكلم على المباراه المنتظره يوم السبت ان شاء الله؟ بص، كان عندنا حلول في مباراه امبارح، ضيعنا فرص كتير، وفي المباراه الافتتاحيه مع موزمبيق برضه حضرنا فرص كتير، فبالتالي احنا عندنا ازمه في تسجيل الاهداف، احنا لم نسجل اي هدف حتى الان، تعادلنا 0-0 مع موزمبيق واتغلبنا 1-0 من نيجيريا، فبالتالي لا عندنا ازمه في تسجيل الاهداف. ده محتاج شغل اكتر من المدرب، ان المهاجمين يركزوا شويه، انه المدرب يلعب بشكل هجومي اكتر من الماتشين اللي فاتوا، فبالتالي بنقدم حلول في المباراه ولكن بنوصل عند الجون ما بنعرفش نسجل الاهداف، دي مشكله كبيره لمنتخب مصر للشباب، لازم خلال يعني الساعات القادمه يبقى الجهد للكابتن محمود جابر مع اللاعيبه اللي موجوده ان ازاي نسجل الاهداف. بس عايز اقول لحضرتك ان الحاله المحيطه بمنتخب الشباب مع كم الانتقادات الجماهيريه، مع كمان عايز اقول لحضرتك ان اتحاد الكوره نفسه امبارح طلع بعد المباراه بيهاجم مدير المنتخب مدرب المنتخب، فبالتالي الحاله دي كلها لن تسفر عن اي شيء، يعني الاصح في بتتكلمي في الخميس من السبت بتتكلمي في 48 ساعه، محتاجين بعض الهدوء شويه، الناس تلم بعضها، الجهاز الفني يقدر يسيطر على غرفه الملابس ويقدر ان هو يشتغل فنيا مع اللعيبه، لانه خلاص هو ما عادش في وقت اصلا للامور الفنيه، والموضوع محتاج انه التركيز اكثر في المباراه القادمه، محتاج انه المهاجمين يبقوا اكثر جراءه وشجاعه في تسجيل الاهداف،
في مرمى المنافسين. عندنا خصم صعب طبعا، منتخب السنغال هو متصدر المجموعه بست نقاط، فوز على موزمبيق، فوز على نيجيريا، ثم فوز على موزمبيق امس بثلاثيه نظيفه، ولكن السنغال ضمنت التاهل، فبالتالي انه ممكن ما تبقاش بتلعب يوم السبت نفس الحماس اللي كان في الماتشين اللي فاتوا، دي فرصتك انك انت تقدر تتخطى المباراه يعني. فنتمنى التوفيق لمنتخب مصر في مباراه يوم السبت القادم، وبعد المباراه يعني يبقى لكل حدث حديث يعني.